وجهة خاصة لمقاومة الانتصاب العشوائي. ومعنا باش نحكيو في الموضوع هذا بأكثر تفاصيل وليد فاقس فاخر الفخفاخ. مرحبا بك، صباح النور. بخير بخير شمس فهم وكل مستمعين شمس فهم. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة سيد الوالي وليد فاقس فاخر الفخفاخ. دونك خلينا نحكيو على الانتصاب الفوضوي وشنو برنامج الولاية لمقاومة الظاهرة هذه. من المفروض انه باش يكون فما فضاء للباعة المتجولين، باش يكون فما معلوم للانتصاب في الفضاء هذا. كان تعطينا فكرة بأكثر تفاصيل على البرنامج وشنو حاضرين لمقاومة الظاهرة هذه. والله يقبل كل شيء، هذوما ناس لا عندهم باتيندا لا عندهم يعني ما همش منظمين بالكل. قاعدين يضروا في الناس المنظمة. جاتني برشة تشتيات من يعني أحوانة منظمين يدفعوا في يعني الأداءات متاعهم أداءاتهم، يدفعوا في كراهم، ناس ما وصلتش واحد، والباعة المتجولين ولا هما الطاغين. كما كذلك زاد المعارض العشوائية يجي يعني في جمعة ولات الناس تترقبوا. ولذا مش معقول احنا نحبوا ننظموا، مش وشعار تونس هو نظام وعدالة وحرية، لازم نعدلوا بين الناس. وثاني حاجة احنا تفاقص باش تكون زاد حبوها تولي ترجع مدينة سياحية. قاعدين ننظم في هذايا، ما يجيونيش غدوة سياح وتبدأ نصب والآخر ناصب على التروتوار والآخر ما نعرف شنو، وحالة مزرية. وهذوما ناس راهم يصوروا لبس عليهم يزينا مسكين، وإحنا الناس الكل ولت فقراء توا، والناس كل واحد الخدمة فما، اللي يحب يخدم على روحه منظم ثم. أما الناس يكون يتنظموا مرحبا، هذه أول حاجة. الناس قاطعين أرزاق الناس، وإنما ثم تنظيم يزمو يقع في البلاد من جميعنا. جيت تدخل الباب الجبلي ما تنجمش، ما تلقاش شو ينتعفض، نصب الكياس احتلوه. ومش كان في ولاية فاق انت برا طلع على طريق الشفار في نقطة قد ثم حانوت يخرج 3 متر على الكياس. يعني هذوما الناس الكل قاعدين نحضروا في أرواحنا لأنه لازم تنظيم، معانا الأمن معانا البوب معانا كل شيء. يعني باش تكون فما حملات، والحملات هذه باش تكون مستمرة شوف الحملات باش تكون مستمرة، وكذلك باش المكان اللي نصفوه باش يولي يصبح فيه الأمن من الصباح باش ما ينتصب حتى واحد سلعته راهي تمشي عليه، باش ما يبدليش تدخلات او كذا ولا واحد به. ومن الناس هذوما اللي يحب يتنظم مثلا كيفاش يعني تفاقس تهميشا والله سيد الوالي اللي يحب الملباعة هذوما مثلا، فما شكون يقول لك به انا قابل اني نتنظم واحد كل شيء، شنو الحل بالنسبه له؟ شوف الحل، احنا الشخص الجديد او عندنا مكان اخر ولا هم فارغين والباع يدخلوا الاماكن هذيك نعبيوها ونعطيوهم تنظيم كل واحد البوتيك نتاعو لازم عندهم القدره باش يدخلوا، خاطر هما شنو انا نشوف فيهم راني نقوم الستة نتاع الصباح ونمشي يخرج بصر مثلا، احنا نحكيو على الشخص الجديد قدام السينيكات والسيدي اللحمي يخرج بصر من غاديكا، هو 60 فيليال يعني حاجة جاية من حانوت آخر. يا أخي الواه تعمل لي فيها التشويه للمدينة، أنت عندك حانوت مش معقول، هذا ثم برش حاجات مش معقولة. ما يحبوش يعملوا حانوت ويجيني في الشارع، الشارع لا كان للبيتون، ما بقى حد يقعد في الشارع إلا الكيوسك اللي مرخصة فيهم بلدية، وعندنا 75 كيوسك معروفين واللي ما خداهمش باش نحيوهم له. كيف راه التنظيف باش يمس برشا سيكتور دوتر سيكتور، كيف ما التاكسيات ثم ناس ما تستحقش رخصة التاكسي، ثم ناس واللي يستحق مش واخدها واللي ما يستحقش عنده رخصة ويكري فيها وكذا. الرخصة لمن له الحق بس حاجات قاعد نشوفوا فيه، لكن باش ما نظلموش الناس بعد تروي هذا يراه بعد ما درسنا لمدة تقريب شهرين و
والناس تشكي والناس تتدمر. سيد الوالي والي صفاقس فاخر الفخفاخ دونك، ومن المقرر زاد انه باش يكون فما فضاء للباعة المتجولين، وباش يكون فما معلوم انتصاب، معلوم انتصاب 1000 دينار يظهر لي في العام. لا لا، كي قلنا 1000 دينار هذاك يمشي للفيسك، يعني يلدكلاري ولا يدفع على الاقل الدرو مينيموم ولا واحد. يعني الانتصاب باش يكون في اماكن وحاجة رمزية نشوفوها. قاعدين ندرسوا على كل، رانا أمس أنا في اجتماع مع رؤساء البلديات الخمسة معناتها الكبار في صفاقس، اللي هما شيحية العين بلدية صفاقس الكبرى، جاءوا حكينا زاد كذلك على الطوابي اللي هما مشكل كبير، ولاو منبع متاع الفاع وحشاكم وحناش وعقارب وبرشا أماكن يلزم يتنحوا منها الطوابي. حكينا على الناس اللي تلقاه يخلي كرهبته ديزيام بوزيسيون ويعبط منها وبرا كلمه. يعني شوف هذا الكل باش نكونوا فيه بالمرصاد تطبيق القانون، هذا هو. به فخر فخفاخ والي صفاقس، خليني نختم معاك. برشا الجماهير الرياضيه مازالوا يحكيوا ويستناوا، وفي في مقابله نادي الرياضي صفاقسي والنادي الافريقي بلت باش تلعب بالجمهور والا بلاش، وين وصل الملف هذا؟ شوف ثم برشا تراكتاسيون. انا اخر خبر عندي من سيد رئيس الجامعه بعث لي على الواتساب يقول لي الجامعه لا ترى مانعا، وهذا موسم جديد ما يتطبقش قانون عام ناول، كان عندنا كوفيد وكذا، النادي الصفاقسي عنده الحق في الثلث. يعني ثلث اذا كان باش يعطيه مثلا 20000، النادي الصفاقسي عنده 6000، انا يعطيني 3000 نرضى به. لان ثم ناس تحب نقولوا احنا مدوده تحب لازم تدخل وولات لي مشاكل، احنا ونحبوا واذا ربح النادي الافريقي نهنيوه واذا ربح النادي الصفاقسي نشكروه. اما هذا راهو الرياضه ما تخلقش عداوه حتى ندفيرسير خصم وليس عدو. يلزم نعرفوا الا بلاش النادي الصفاقسي والنادي الافريقي والترجي والنجم الساحلي، هذوما الاربعه الكبار ما ثماش كره في تونس، ولذلك يلزم يكون عرس عند الناس كل. يصير شيء انت كي تعمل عرس تتعدى تستدعى اهل العروسه ما تستدعاش اهل العروس. اي وصلتوش الحل؟ باش نوصلوا باش نوصلوا، انا عندي ثقه باش نوصلوا. عندك ثقة به؟ أنا عندي ثقة، لأنه شوف بالطبيعة جمهور النادي الإفريقي كبير، وحتى المسؤولين اللي يفون أن بانشون، أما توا ثم دولة، ثم سياسة دولة ونعرف اللي باش نوصلوا. أنا عندي ثقة اللي باش نوصلوا وباش ناخذوا هذاك الكل وداخل في التراكتاسيون، مي لاباس ما نرجعوش منه مشكل. أيه؟ لانه مشكله باش يتحل. واضح ان شاء الله يتحل. شكرا لك فاخر فخفاخ والي صفاقس، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما افدتنا به.